طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا نجح، إذا تزكى، ينال إكليل الحياة. فإذا هي دي قيمة حمل الصليب، وأن له أجرة. ومن ثم اللي يحتمل الصليب وينجح، ما هو ممكن يحتمل الصليب بتذمر، يعني ليه يا رب حصل لي كده، وشمعنا أنا اللي جرالي كده وكل زملائي ما جرالهمش، كلام بهذا الشكل. طيب ما هو ده مسموش احتمل الصليب، لكن الذي يحتمل بنجاح وياخد دركة الاجتياز يتزكى، طبعا سينال إكليل الحياة وسينال سلطان على الشر وعلى الشرير الذي أتى عليه بالصليب.